إيماني واستقامتي هي علاقة طردية مو عكسية. كل ما زاد إيماني وزاد استقامتي، لا عادي حياتي ما شاء الله، كل ما زاد إيماني وزادت استقامتي كل ما زاد اليقين. كل ما لما تعرفون ما عندكم يقين، يعني معناها الإيمان قليل والاستقامة شبه معدومة. وحتى لو الاستقامة نص، ماكو شيء اسمه أنا شوية عندي استقامة، يا أما استقامة عالية لأما ماكو استقامة. رب العالمين يعني أنا هسا أقول لكم، لما إحنا عايشين هسا في بلد وعدنا قوانين، وعدنا 1 2 3 شكرا زهورة، وعدنا قوانين وعدنا 1 2 3، أنت ما تقولين والله أنا رح أمشي بالأحمر بس أنا ما رح أقتل. أنت إذا مشيتي بالأحمر رح تحاسبين. فرب العالمين لما نحط هاي القوانين، ماكو إنه أنا شوية أمشي بيها والباقي أعوفة، ماكو إنه أنا شوية أطبق الباقي، يا أما كله يا أما ماكو. لأنه لمن هاي الصلاة اللي إذا أجي أصليها 5 مرات والرجال يروحون للجامع والصيام اللي أجي أصومه وال وهذولا كلهم غير غنيين إنه ينهوني عن الفحشاء والمنكر، مصيبة. هذولا كلهم اللي أنا دا أسويهم لا ينهوني عن الفحشاء والمنكر. تعرفون ليش؟ أم عبد الله الورد زهورة يا هلا وغلا، نورتيني حبيبتي حياك الله. يعني ليش 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 ما ينهوني عن عدم هسا أقول لكم، لما الناس دا تقول ليش عدم استجابة الدعاء، زين ليش أكو ناس والله العظيم دعائهم مستجاب ما تقبل خطأ، وأكو ناس دعائهم وأكو ناس، تعرفون ليش؟ مو لأنه والله رب العالمين هذا ما يريد لك الخير، ما يريد لك الشر، هو هذا الشر، هذا حكي خريط تخربطون بيه على نفسكم حبايبي.